لاستكمال جولتنا الثقافية مشاهدينا الأكارم، خرج وزير الثقافة عن صمته للحديث عن التظاهرة الثقافية الكبيرة التي تحتضنها قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، أين عزم عز الدين مهوبي أن يستكمل البرنامج أو البرامج التي كانت مسطرة من قبل الوزيرة السابقة، وأنه سيسعى إلى توسيع مستوى شبكة الإعلام والاتصال للترويج لصورة تظاهرة قسنطينة بشكل أفضل. وطبعا التصريح في ميكروفون هشام شريف. الشيء الأول هو أننا سنستكمل البرنامج، لأن هناك برنامج مسطر، وما كان لهذه التظاهرة أن تبدأ فعالياتها لو لم يكن هناك برنامج تم ضبطه سابقا من قبل المنظمين. إذن ياسر، استكمال تظاهرة قسنطينة هو واجب على وزير الثقافة لأننا نعيش هذا، لكن الغريب في الأمر أن الوزير صرح أن وزيرة الثقافة السابقة استهلكت ما نسبته 65% من الميزانية، أقول عفوا، طبعا الموضوعة لإنجاح قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، ولم يتبقى إلا 40% التي طبعا تصعب الأمور. عز الدين مهوبي لاستكمال سنة كاملة من التظاهرات بقسنطينة عاصمة الثقافة العربية. نستمع إلى التصريح مرة أخرى في ميكروفون هشام شريف. أن نستكمل هذه السنة بالشطر الثاني من الغلاف المالي المخصص لهذه التظاهرة، ونقول بأن الجزء الأكبر وهو الافتتاح والمنشآت التي تمت كلها ربما أخذت نسبة تفوق ال 65% من الغلاف المخصص لهذه التظاهرة.